وهلا حننتقل لفقرتنا الثانية مع تطور المناهج واختلاف طرق التربية والتعليم في العالم. بدأ المعلمين والمعلمات بالبحث عن اكتساب مهارات جديدة تساعدهم على دخول سوق العمل التعليمي بقوة. كيف يستطيع المعلم أن يكتسب مهارات جديدة ومختلفة لدخول سوق العمل؟ رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع السيدة مريم الحاج عثمان، أخصائية تربية وتنمية ذاتية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي، سعد صباحكم. صباح الخير مريم. يا صباح النور، يا هلا. يعني دائما يمكن هذا موضوع جدا مهم، وهو معاناة للبعض. صحيح. يعني هو معاناة انه تغيرت المناهج، نحن ما على ايامنا كنا هيك. صحيح. ما عم نقدر ندرس اولادنا، مضطرين نحط لهم اساتذه خصوصي لعدم مثلا، او يعني كثير الامهات بتعاني انه ما عم تفهم المنهاج. صحيح. هي ما نقلت فهم، بس يعني احيانا بيكون المنهاج صعب. خلينا نتعرف بالبداية، يعني تغيير المناهج هل هو آلية طبعا متبعة لتطوير الذات، وبنفس الوقت أيضا ممكن الأهل هيك يحفزوا حالهم أنه يتعلموا شغلات جديدة مع أولادهم؟ تمام. هلا الفكره اللي حضرتك طرحتيها انه المناهج صعبه، المناهج عم بتواكب العصر الحديث. صحيح. ولكن ما عم بتواكب المعلم، ما عم بيحسن يواكبها. صحيح. لانه المعلم لساته بالنمطيه التقليديه القديمه، انه هي التلقين، انا في سبوره، في مقاعد، في معلم عطى المعلومه. تمام. من 30 و40 سنه هذا الحكي واكثر كمان. صح. العصر والزمن تغير، والتكنولوجيا وصلت لكل بيت وفاتت لكل بيت. صح. فالطفل صار بحاجه لصقل مهارات جديده غير اللي كنا نحن عليها. فصار في عندي طلب بالسوق العمل كمدارس وروضات وحتى جامعات. صح. كيفية التعامل مع هذا الطالب، كيفية اني انا اوصل له هالمعلومة بنمطيته، بشخصيته، بانماط ذكائه. يعني كل في عنا 8 انماط ذكاء، فما بحسن انا فوت مادة معينة لطالب بنمطية ذكاء وحدة، لازم انا راعي هالفروقات الفردية وراعي هالقدرات واستيعابه. فانا مطلوب مني كمعلم اني واكب هي التطورات وهي التسارع بالقدرات اللي لازم انا اكون مالكها لحتى انا احسن اوصل معلومه لهدول الطلاب. فالمناهج هي بتواكب صح العصر الحديث، ولكن في عندنا نقطه كثير ضعيفه، انه ما عندنا الكادر اللي بيقدر يوصل هالمعلومه بهالطريقه هي اللي بيستوعبها الطلاب بهذا العصر. صح، اكيد. بس مو كل الكوادر هيك نفسها، في عندنا كوادر مؤهله. صح. هذا الشيء عم بيثبتوه عنا الطلاب. يعني مثلا الطلاب بيجوا حابين الماده كثير، ممكن تكون كثير صعبه وماده سهله ما يحبوها بسبب المعلم اللي عم يدرسهم هاي المادة. صح. خلينا نحكي كيف المعلم بيقدر يخلق حالة تفاعلية بينه وبين الطالب، كيف ممكن يحببه بهاي المادة لو كانت هي صعبة، يعني يخليه يدرسها بطريقة وهو حاببها للمادة ليقدر يبدع فيها. الطريقة اللي بده يتبعها المعلم، هلا اللي قلتي عنه انه في شريحة كثير معلمين عم بيحببوا الطلاب بالدراسة، وحتى لو كانت المادة جدا صعبة وجدا انه ما نمط ذكائي، مو انا هاي احتياجي، ولكن انا مضطر اني انا ادرسها واتفوق فيها. اللي عم بيصير انه هن قلة قليلة، خلينا واقعيين، قلة قليلة المعلمين اللي عم بيشتغلوا بضمير او عم بيشتغلوا بإني اوصل المعلومة ويكون في على تواصل فعال مع هذا الطالب، او شريحة 40 50 طالب يعني ممكن يكون بالصف. فالفكرة انه انا كمعلم لازم يكون عندي التواصل الفعال، لازم اعرف اتواصل مع هدول الاطفال. اهم نقطة اني انا احط حالي مكان هذا الطالب لحتى اعرف كيف يستقبل المعلومة، شو الوسائل والاساليب والادوات اللي انا لازم اخلقها لحتى تاخذ اكبر شريحه من الطلاب يستوعبوا المعلومه. فكتير مهم اني انا اتوجه للتواصل الفعال، لانه جل حياتنا هي تواصل، فانا كيف ممكن اتواصل معهم بشكل فعال وايجابي، هي نقطه كتير مهمه. النقطه الثانيه اني انا كمعلم لازم اعرف انماط الشخصيات، ولازم اعرف انماط الذكاءات لحتى اعرف كل طفل او كل طالب كيف بدي اوصل له المعلومه. هي الحاله التفاعليه بتكون باني انا اخلي 80% للطلاب انه هن ياخذوا العمليه التعليميه ويبلشوا يجربوا ويعالجوا بايديهم، وانا اخذ فقط الموجه والمرشد والميسر لهالعمليه التعليميه. فصفيه الامور عوض ما انا اخذ كمعلم 80% والطالب 20%، الطالب عم ياخذ هون لازم ياخذ 80% يعالج ويجرب ويصير عنده تعلم ذاتي، لانه بالتعلم الذاتي رح يخلق عنده مهارات اتخاذ القرار، حل مشكلات وامور حياتيه كثيره زياده على الاكاديمي اللي هو عم ياخذه. وانا كمعلم اخذ ال 20% اللي هي التوجيه. تمام.
تمام، يعني دائما خلق الحالة التفاعلية بين المعلم والطالب هي ممكن بتسهل على الاثنين على فكرة. صحيح. أول شيء عناء شرح طويل وتعب وجهد. تعب وجهد. صحيح. توفر على المعلم، ونفس الوقت الطالب بيكون مرتاح. صحيح. وقدران يعني يتفاعل مع المعلم. صحيح. هون بحاجة نحن لكوادر تعليمية مدربة، يمكن شوي اجتماعية أو أكاديميان أكاديميا. ومهارات حياتية لازم. تماما، لأنه بده ينزل أحيانا المدرس، نحن بنعرف من المدرسين أيام زمان عقلهم غير عقل الطالب. صحيح. وحتى ما بيتحملوا الطالب مثلا مجرد كلمة قالها أنه هو ما بيتحملها. صحيح. المعلم، أنت قلتي كلمة كثير مهمة، التكنولوجيا والحداثة فرضت ذكاء معين على الطفل. صحيح. ممكن يعتبروا المعلمين وقاحة. صحيح. احيانا. صحيح. تعدى، ولكن هو لا، هو مناقشه، هو تبادل وجهات نظر. قديش مهم المعلم يستوعب الطالب شوي، انه ما عليه يتقبل رايه. تمام. هلا الفكره انه انا ما صرت مثل ما قلتي انه انا معلم تقليدي، انا عم بحكي المعلومه والطالب عم بيتلقى مني 100%. ما عم صفي انا لحالي مصدر المعلومه كمعلم، صار عندي مصادر اخرى كثيره، فانا لازم اكون حذر باني انا كيف اعطي المعلومه، يعني انا احضر لمعلومتي بشكل جيد، بشكل توصل فعلا لكل الطلاب، وانا واثق من معلومتي، يعني ما بصير اني انا فوت على الصف ما اكون محضر، ويكون في وسائل تدعم هي العمليه. 100%. واعرف انه في مراجع الطفل او الطالب رح ياخذها، حيرجع للنت، حيرجع للتكنولوجيا، رح يرجع ويفتح وبكبسه زر بيعرف المعلومه. فلازم انا مثل ما قلتي انه انا خليني شوي مرن مع الطالب، انه انا استاذ انا قريت الفقره كذا وكذا وكذا، انت حكيت لنا شيء بعكسه. صح. فخليني شويه عندي مرونه اني انا ناقش وحاور الطالب، وانا ما في مشكله اذا انا وياه حد يعني دورنا على المعلومه وتناقشنا فيها، بالعكس بتثبت المعلومه اكثر وبتعطي حافز للطلاب المعنوي انه يحبوا فعلا هالماده ويحبوا هذا العلم اللي عم بتعلموه. أكيد. خلينا نتعرف على سر مهنة التربية والتعليم. مثلا في مصات بيأخذوا وقت كتير طويل، بيعطوا الطالب معلومات بكمية كتير بسيطة. نعم. لا يقدروا مثلا بيقعدوا مثلا ساعة ساعتين، بيعطوا الولد كمية كتير بسيطة، يعني في معلومات بنفس الوقت بهالوقت بيعطيهم كمية كتير كبيرة للطالب، وبيصير عندهم فائدة كتير كبيرة، وبيتعلموا وبيستفيدوا بشكل صح. شو السر؟ طيب شو اللي بيختلف هذا المعلم عن هذا؟ يعني شو هي الأساسيات الصح للمعلم لحتى يكون صح ويدخل المعلومة على عقل الطالب بطريقة صح؟ أول شيء لازم يكون المعلم متمكن من المادة اللي عم بيعطيها، مثقف. يعني انا ما بصير اني انا تخرجت من الجامعه وطلعت على سوق العمل ودغري يلا انا بدي اشتغل، دائما الخريطه غير الواقع. يعني اللي عم ندرسه بالجامعات جدا مهم، ولكن تعي تطبيقي بده استراتيجيات كثيره، بده طرق فعاله كثيره لحتى احسن انا وصفه بشكل صحيح على ارض الواقع. فلازم انا اكون كمعلم متمكن من الماده اللي انا عم بعطيها، هي بتعطيني 50% من انه الطالب يثق فيني. فهذا الاستاذ او هي المعلمه بروفيشنال، يعني محترفه جدا. ثاني شيء اني انا اعطي الصبر، يعني في عندي صبر، المعلم لازم يكون عنده شويه صبر انه يتيح فرصه للطالب يعطي يتبادل الاراء ويعطيه فرصه لحتى يطبق الشيء اللي اخذه، ما يكون عجول. واهم شيء برجع بقوله باي مجال بدي ادخله هو التواصل. التواصل اللي انا اعرف نمطيه هذا الطالب كيف، فانا باخذ المفتاح تبعه وبدخل بسهوله، اسهل لي ما انه اقعد ساعه وساعتين وثلاثه لحتى اوصل له المعلومه، حيكلفني جهد وتعب وزمن. فالافضل اني انا اعرف انماط الشخصيات، اعرف اتواصل معه، واكون متمكن من الماده اللي انا عم بعلمها، واهم شيء اني انا اعطي فرصه واتيح فرصه لهذا الطالب يعبر عن الشيء اللي اخذه لحتى يعطيني مثل فيدباك لإلي كيف وصلت له المعلومه. يكون عندي شوية صبر، نحن شوي ما عندنا هالطولة البال على الطلاب وما عندنا هالصبر، فهي مفتاح السحر خليني أقول بالتربية. طيب والتعليم صبر. طيب الأهل يكون عندهم صبر على المعلمات، على المسات اللي بدهم يجيبوهم على البيت، أنت حيكون عندهم صبر؟ يعني وقت يحطوا الحق مثلا على الولد، مع أنه هذا الولد بمواد تانية هو متفوق، أما بالمادة. صحيح. أما بهالمادة كتير بطيء، كتير بطيء التعليم، بكل شيء بطيء. خلينا نحكي الأهل لأمتى يعطوا فرصة للمعلمات للمسات اللي عم يجوا على البيت برأيك؟ هلا هي
تبين من اول جلسه، اذا عم تحكي على دروس خصوصي تبين من اول جلسه انه هي يا ترى في تواصل منيح، في معلومه فادته للطفل لهذا الطالب، في اخذ كم من المعلومات بيقدر يطبقها بدون ما تكون هالمعلمه معه وعم ترشده، هي نقطه كثير مهمه. كمان مهم كثير اني انا هذا الطالب عم بتقولي انه مثلا بكل المواد متفوق الا بماده معينه عنده ضعف، طب انا شو نمطيه ذكائه؟ بنمطيه ذكائه ونقاط قوته انا بدخل لهي الماده وبعطيها بنفس طريقه ذكائه بنفس نقاط قوته، ما بقى انا برمي نقاط ضعفه فيها كترميم تقليدي عادي، لا انا باخذ تحفيز المعنوي تبعه بنقاط قوته لحتى انا رمم نقاط الضعف عند الطالب. ببين معي دغري عزيزتي المعلم سبحان الله المتمكن ببين من اول جلسه. يعني يا مريم، وايضا يعني من خلال هالحديث بنقول انه في اساتذه او معلمات لهلا بيحفروا بذهن الطالب وما بينسون، صحيح، وفي ايضا كمان ما بيتذكرون ابدا، بيرجع هذا الشيء للاسس يلي انبنت بقدره التواصل بينه وبين الطالب. اكيد العلاقه مهمه، صحيح، جدا، وتكون شوي علاقه هيك محببه، لانه دائما، صحيح، الطالب بحاجه لتحفيز، يعني تحفيز مو معنوي. اذا كان طالب شوي يمكن مثل ما قالت سمر هو متفوق بمواد ولكن عنده مثلا ماده خلينا نقول الرياضيات ما بيحبها، وهو مو هذا نمطه، مو هذا، طب هو نمطه، صحيح، قد ايه المدرس ما يحبطه يقول له انت فاشل، يعني طبعاً. كمان كلمه فاشل صدقيني بدل ما كلمات سلبيه هي مدمره، كلمات مدمره لطلابنا واطفالنا. شو هي الكلمات ايضا اللي دائما بتحسيها انه بتاثر على الطالب سلبا؟ شو الطريقه اللي فيها يتعامل فيها الاستاذ مع الطالب بيحس انه يقدر هيك شوي نفسيا يحسن له دعم نفسي؟ هذا الشيء اللي نحن بنشتغله بورشاتنا لحتى نأهل الكوادر والمعلمين، نحن بنشتغل على كل شخصية المعلم، نحن بنشتغل على المعلم بعدين بنعطيه المعلومات الأكاديمية والاستراتيجيات، يعني كيف يوقف، كيف يحكي، كيف البادي لانجوج لازم يكون، كيف يأثر بمشاعر الطالب لحتى يكسبه، يعني بالنهاية أنا لما بتفهمك وبدخل على مشاعرك وبتفهم هالمشاعر وبقدر أنا آخذ وأعطي معك بتواصل فعال رح توصل المعلومة لحد حتى لو كنت ضعيفة فيها، فنحن دائما بنشتغل على صقل المعلم، شخصية المعلم، لأنه هي اللي حتعطيني المراية كيفية توصيل المعلومة. طبعا أكيد المادة اللي بده يعطيها أكيد مهمة، حتى الدراسة الأكاديمية جدا مهمة، فنحن لما عم نشتغل مع هدول المعلمين بتأهيل وإعداد كوادر تعليمية اشتغلنا عليهم بهذا المنحة، أنه كيف ممكن أنا أسقل شخصيتي وقوي شخصيتي لحتى أنا وصل هالمعلومات للطلاب. نحن كمان في عنا فقد للحلقة كتير مهمة للمعلمين، نحن أحيانا عم نظلم المعلمين بموضوع موضوع كتير مهم، انه انا ما عم لاقي فرصة عمل اني انا اشتغل فيها، انا صقلت نفسي، انا درست منيح، تخرجت بعد 4 سنين وتعلمت لغات، ولكن ما عم لاقي فرصة العمل الجيدة، خليني اقول اني انا اكون بمدرسة تكون جيدة جدا بل ممتازة، لاني انا شاغل على حالي بمهاراتي بقدراتي بدراستي الاكاديمية. انا هون نحن هون بنقول له للمعلم اول شيء لازم تكتسب مهارات جديده، لغه جديده، هذا انت اسمك المنتج، فهذا المنتج اللي انت عم تشتغل عليه بدك تروج له، كيف بدك تروج له؟ لازم تكون في بمكان جيد، بمدرسه جيده، يعني شو مكان جيد ومدرسه جيده؟ نحن بفعاليه عملناها انه جمعنا هدول الكوادر اللي خرجناهم بدوراتنا وبلشنا نعمل لهم معرض تسويقي التعليمية. عواد انت ما تروحي تمسكي السي في تبعك وتروحي للمدارس وتعرضي هذا السي في وتعملي المقابل، تمام، نحن عملنا العكس، فجبنا المدارس وجبنا الروضات وجبنا المراكز لحتى يشوفوا شغل هدول الصبايا او هدول المعلمين ويعرفوا شو في عندهم، فصارت الموضوع بالعكس. فنحن بالتسويق او الترويج تسويقي الشخصي لازم يكون في عندنا المنتج، عندنا المنتج هو الشخص اللي صقل نفسه عد مهاراته، بعدين عندنا المكان لازم يتواجد بالمكان الصح بالشريحة الصح، فنحن عدينا له الشريحة المكان صح والمعارض والمؤتمرات والحفلات لحتى يبلش يشتغل. بعدين عندنا في نقطة ثالثة مهمة، اني انا بدي روج عن نفسي، طب كيف بدي روج عن نفسي وقدام هدول الحضور كلياتهم؟ اني انا اعرف واعرض عليهم شو انا عندي، شو بتميز، شو المهارة اللي بتميز فيها، لحتى اعرف كيف وصل تغيير التعليم ان كان ببلدنا او كان بالنمط العادي، التغيير كيف بده يوصل للاهالي وللمعلمين او للمراكز او للمدارس. فكنا هذا جل شغلنا مع المعلمين، انه نصقل هذا المعلم
ونخليه متمكن من الماده، وبنفس الوقت نعمل له سوق عمل يقدر يروج نفسه بطريقه شخصيه. اكيد. خلينا نحكي بهالوقت صاروا المعلمات بس المتمكنين اللي عندهم مهارات يدرسوا الطلاب بطريقه الاغاني، يعطونا محفزات، سواء صحيح. مثلا يمكن اكله بيحبها الولد يجيبوا له اياها، مثلا كل 5 أو 10 نقط ممكن يجيبها الولد معهم. نعم. يعطوه اياها. خلينا نحكي عن هي طريقه التعليم. في مثلا معلمات اوكي عندهم اياها وبيحبوها، في معلمات عم بيرفضوها بيقولوا لا وقت الدرس درس، وهو بمنحى جدي بيكون الدرس. انت برايك انو احسن؟ وبالختام اكيد نصائح لكل حد عم يتابعنا. تمام. الاحسن طبعا التفاعلي عن طريق اللعب، يعني مو اللعب نحن بنقصد فيه اللعب العشوائي، اللعب المنظم، العمل. يعني خليني اقول اللعب عند الاطفال او الطلاب هو يساوي العمل عند الكبار، فانا ما استهين باللعب عند الطالب لانه هذا اللعب هو عم بيعلمني. حتى انا على صعيد الشخصي كبيره كمان اذا لعبت لعبه مثلا تفاعليه او فيها كم من تعطيني مهارات حياتيه، اكيد انا حاستفيد وبالتالي انا مستمتع. يعني مثل ما تفضلتي ممكن باغاني، ممكن بشغلات تفاعليه، ادوات وسائل، هذا اللي نحن اشتغلنا عليه انه نخلق ادوات جديده ونخلق وسائل جديده تعليميه وتربويه لحتى الطفل يستمتع وهو عم بيتعلم، عم ياخذ المعلومه الاكاديميه ولكن بنفس الوقت عم ياخذ مهارات حياتيه شخصيه وبنفس الوقت هو مستمتع. يعني بكل بساطه انا فيني ادخل التعليم عن طريق اللعب اللي هو العمل، والعمل بيعطيك قيمه بيعطيك انجاز، والانسان لما بينجز وبيعمل بحس بقيمته اكثر، فبيحس حاله انه فعلا انسان متوازن وسعيد. اكيد. يعني مع هالمعلومات مريم بدنا نتشكرك ايضا، وما بدنا هيك يقولوا المعلومات انه نحن بس حطينا، هي ما نوع عبء بقدر ما هو نقاط لهن لهم كمان، يعني تمام. بتفيدهم لهم، وعن جد دائما نحن ممكن نستفيد من الاصغر منا، طبعا يعني ناخذ منها شغلات عن جد، صح، خبرات متبادله جديده، يعني ممكن هيدا الانا تبع انه انا استاذ وانت طالب وانت تسمع كلمتي وانا البرج العاجي او البرج، خليني اقول لازم انا ببرجي لازم اقعد وانت لازم تسمعي كلمتي. هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هلا بهالعصر ما عاد مقبول، ما عاد يتقبله الطفل ولا عاد يتقبله اصلا المعلم، لانه عم بيصير عندي مناقشات انا عم جيب المعلومه من غير. شكرا لك كثير مريم على وجودك معنا، وان شاء الله يكون لنا هيك وقفات ثانيه ان شاء الله بمواضيع اخرى. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك مريم، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا.